في وول اوف فيم قلنا الحظ انه نستقبل اليوم الفنان عبده منذر والفنانه باسكال صقر اللي راح يخبرونا اكثر عن عملهم المسرحي الجديد طريق الجلجله، مسرحيه غنائيه دينيه راح نتعرف على كل تفاصيلها معكم. اهلا وسهلا فيكم. ميرسي. بدايه بدنا نعتذر عن ضيق الوقت، كنا بنتمنى نمضي وقت اكثر معكم ولكن اليوم من المباشر هلكنا بصراحه، ولكن راح نحاول نستفيد من وقتنا حتى نحكي عن المسرحيه بالتفصيل. حضرتك كفنان لبناني أكيد معروف من أكثر من 45 سنة، وخلال هالفترة تعاونت مع كبار الفنانين، شاركت بأهم المهرجانات بلبنان والخارج، وقدت أهم الأوركسترا العالمية. أهلا وسهلا فيك. وحضرتك باسكال فنانة لبنانية أكيد معروفة كثير وكبت اللبنانيين بزمن الحرب وبزمن السلم من خلال أغانيك اللي كلنا بنعرفها، الخط الوطني اللي اخترتيه، التراتيل والأغاني الحلوة كمان اللي ترسخت ذاكرتنا. اليوم بدنا نتعرف أكثر على مسرحية طريق الجلجلة منكم، خبرنا شوي عن الفكرة كيف نشأت سيد عبدو. طريق الجلجلة مسرحية دينية غنائية انعرضت سنة 79 بكنيسة مرمرون على الدورة، وانعرضت بسنة 80 بالمولاسال بالمسرح، وانعرضت ببلجيكا بال 86 وبفنزويلا، وبال 2000 بكنيسه مارليس انتلياس. بعد 15 سنه انا حابب اني اعرضها. طبعا بهالعروض كانت بعروض بالكنايس وعلى اذا بدك مستوى مسارح صغيره. السنه حبيت اني كبرها. اطار مختلف. اطار مختلف، ايه، اخراج مختلف. هلا التقنيات الكبيره، الضخامه اللي عندنا اياها بمسرح الفورم دو بيروت، عطيت مجال اكثر واكبر انه اقدر وسعها وكبر الالحان اللي فيها. فهذا حلم حقيقة من زمان أنا بحلم إني أعمله، وإلي 15 سنة ما عدت يعني عملتها مرة للمسرحية. فسنة الظروف كلها مؤاتية كانت. المصالحات المسيحية بلبنان اللي صارت بين السياسيين تيار وطني الحر والقوات اللبنانية، المصالحات العالمية اللي صارت على امل انه نشجع مصالحات اخرى كمان، نتمنى انه تنتشر وتمتد على كل، خصوصا بالاخص المسيحيين، وبعدين على كل الوطن. والمصالحات العالميه اللي صارت بين البابا بولس الثاني وبابا روسيا، هالشيء شجعني انه كمان السنه اقدر فوت فيها للمسرحيه. وهيدي انتاج مشترك انا وشاب صديقي اسمه فارس نصيف، وجه له تحيه. قدرنا انه ايمنا بهالعمل وايمن بعبده منذر، وخصوصا بهالفتره هيدي اللي هي فتره الالام اللي الناس بترجع لربها وبتعيش هالصوم هيدا، قدرنا انه باذن الله نحقق هالمسرحيه السنه. بس قال هالعمل هو بيحكي عن حدث عظيم غير تاريخ البشريه. هالاسبوع اللي تالم فيه المسيح حمل خطايانا على الصليب وعطانا نكون عهد الجديد. مزبوط. انت اللي حامل المسيح بصوتك من ميلاده لقيامته، اليوم عم بترتلي هالحدث العظيم. كيف بيدخل الفنان على هالعمل وشو بينتظر منه؟ انا اول شيء بدي اتشكر عبده ومسيو فارس على هالفرصه الحلوه يلي انا كثير بحب اني اكون فيها، يعني ابدا ما عندي تردد، بالعكس، وخاصه اني اخذي دور السيدة مريم العذراء يلي هو دور عظيم جدا. وأنا شو بيعطيني هالمسرح؟ مثل ما بيعطي كل الناس، يعني بيحطنا بجو العيد وبهالمرحلة يلي هي من أهم المراحل بالدين المسيحي، مرحلة الألام وبالآخر القيامة. يعني ربنا بوقت العشاء السري يلي آخر عشاء هو وتلاميذه قبل ما بلشت طريق الألام، قال لهم أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم، كونوا واحدا كما أنا والآب واحد. يعني دعاهم للمحبة ودعاهم للوحدة، ومثل ما قال عبده، بما أنه شفنا هالوحدة والتسامح اللي صار بالأجواء السياسية بلبنان، فإجت تجي عن جد هالمسرحية من وحي هالموضوع أنه الله بده إيانا نكون هيك. ف ان شاء الله يا رب انه مثل ما كمان حضرتك قلتي انه نرجع كلنا نتوحد على كل مساحه الوطن.
سيد عبدو أو مايسترو، هالعمل هو أكيد عمل منتظر وإجا بوقته هلأ بزمن الصوم، بيجمع أسماء من جديدة وأسماء كتير معروفة، ميشيل أزي، الأمير الصغير، جورج وديع الصافي، شادي كركوماز، بالاشتراك أكيد مع الفنان الكبير إلي شويري وست باسكال. كيف تم الاتفاق على هالأسماء تحديدا؟ أنا بالكاستنج أخذت وقت كتير. مريم العذراء عمرها بيشابه مريم، يعني عمر باسكال الحقيقي هلا تقريبا، لانه كان يسوع عمره 33 سنه لما توفى، لما صلب ومات. من عمر باسكال. من عمر باسكال هلا فكرت فيها انا. ميشيل ازي كمان عمره هلا بحوالي 30 سنه، يعني قريب كثير، وهو فنان مؤمن يعني. كمان كان في اربع اسماء، ثلاثه غيره لميشيل ازي، وصار في طبعا مناقشات اخر شيء تم الاختيار على ميشيل. ميشيل بالتصوير وبالتسجيل هلا في اشياء مسجله رح بتكون، لانه بتعطي نتيجه احسن على المسرح، رح بتكون موجوده مسجله بصوته. بوقت التسجيل ميشيل عم بياخذ دور كثير كثير قوي وحلو، انا بهنيه. استاذ الي شويري راوي الانجيل. نعم. هي من الانجيل المقدس، كلها من الانجيل المقدس. في الربط لجيتا بشارة بعد التراتيل، ولكن كلها من الإنجيل المقدس، من الأربع أناجيل اللي أخدينهم. راوي الإنجيل بده يكون هالشخص الكبير بالعمر اللي عنده الخبرة واللي عنده الحكمة لحتى يقدر يخبر هالخبرية. وفي كورال عم بيساعده لأستاذ إلي، هي كورال سيدة المعونات بالذوق مع المايسترو جوزيف مراد، عم بيخبره الخبرية وهالشي بيتجسد على المسرح. دور بيلاطس اخده البوتي برانس، بوتي أمير برانس الصغير. أمير الصغير شكله الكاستنج تبعه أبدا بتقولي بيلاطس، يعني أسماء يمكن نستبعدها لهلا معذرة معذرة. والبوتي صديق ومعنا بالجولدن ايج كمان، فعلى القد يعني طلع، وهو ممثل كمان، ممثل كتير بالزمان مع ست صباح ست سلوى القطريب. عندنا دور يهوذا شادي قرقماز، كمان شادي الشكل تبعه وعيونه ابدا يعني بتقول هذا يهوذا. عطيه غنيه كثير حلوه من كلمات الاب يوسف المونس. الاب يوسف المونس هو اللي عملنا الدراسه، يعني مشرف اذا بدك اللاهوتي، والمشرف على النص على النصوص كلياتها سوا، وعامل كمان ترتيله بقلب المسرحيه عطيه ليهوذا. وجورج وديع الصافي اخذ دور بطرس يلي بيقطع له دينته ببستان الزيتون للجندي يلي بده يجي ياخذه يكمشه ليسوع، وبقول له ابعد يا بطرس، مش بالسيف، نحن بالمحبه نحن بناخذ حقنا. وبيكون كمان معه بالعشاء السري، وبقول له رح لما اوقدوا نارا في ساحه الدار من بعد العشاء السري، وبينكره بطرس بقول له تنكرني قبل ان يسيح الديك ثلاث مرات. فهيدول الشخصيات اللي موجودة بالمسرحية اللي رح تكون عم تعمل العرض. طبعا الألحان يعني معروفة، وهلأ زدت عليها موسيقى تصويرية أكبر وأقوى، إن شاء الله أنه تنال إعجاب الكل. أكيد نحن رح نستغل وجود هالصوت اللي يفوت على القلب بكامل إحساسه، ونسمع باسكال منك، من يلي رح تأدي بالعمل؟ هلا انا رح يكون لي ترتيلتين، انا الام الحزينه وحبيبي. بركي نقول وحبيبي. وحبيبي وحبيبي اي حال انت فيه، من راك فشجاك، أنت أنت المفتدي. وحبيبي أي ذنب قد صنعت أو كريه، أنت مجهود جريح ليس في من شفاء. روعة. سيد عبدو، واضح انه التحضيرات استغرقت وقت كثير، اسماء لامعة،
أغاني وألحان وأصوات رائعة، ليش ليلة وحدة فقط؟ الحقيقة مسرح الفورم بيساع كتير، بيساع حوالي 4000-5000 شخص، نحن رح نحط كراسي ل 3000 شخص. نعم. المسرحية مسرحية دينية، تعنى بشق معين من اللبنانيين، يعني في ناس تانيين ما رح يقدروا يجوا يحضروها. بتعرفي اللبنانية آخر تكي يمكن بيروحوا بيحضروا المسرحية بيفكروا فيها. ليلة وحدة إذا تعبت أنا بتمنى إنه بنفتح ليلة تانية، في مجال يعني في مجال نفتح لليلة تانية ولليلة تالتي، بس بتمنى أنا إنه تتعبى ليلة وحدة، وأنا قبلان إنه نرجع نمدد إن شاء الله. أنا مأكد إنه رح تمدد. وكيف الناس فيها تحجز؟ فيها تحجز الناس عن طريق الـ Virgin Ticketing Box Office، وفي كمان بيقدروا يتصلوا فينا نحن يعني جروبات كلياتنا، طبعا على الباب اكيد شو لكن، بس عن طريق التيكتينج بوكس اوفيس. مايسترو، واضح انه هدفكم منه تجاري ابدا. شو العبره اللي لازم ناخذها خاصه بالظروف اللي عم نمر فيها اليوم من هالقصه اللي كلنا بنعرفها؟ هي القصه معروفه، رايحين يشوفوا هلا مسرح ضخم كثير كبير، الرساله واضحه ما بده اثنين يفسرها، يعني يسوع مات وانصلب ليخلصنا من الخطية وقام في اليوم الثالث، نحن إيماننا يتوقف على القيامة. الرسالة هينة كتير، حبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم، هذه وصيتي الوحيدة لكم. نحن اليوم بعالمنا مثل ما قلت يلي عم بيتناتش بعضه والأمور عم تختلف كتير عن مبادئنا وقيمنا، بهالأسبوع هذا أسبوع الألام، الرسالة واضحة ووحيدة، يسوع بيستاهل إنه نقدم له أحلى شيء عنا. يعني هلا نحن جايين لهون لابسين ثيابنا ومرتبين حالنا واخدين، كان بالحري يسوع المسيح لازم نعمل له أحلى شيء وأضخم شيء. وهيدي أنا شخصيا يعني عندي هالرسالة، بعتبر إنه هالوزنات اللي أعطاني إياهم ربنا، هالنعم هيدول قادر إني أنشرهم ووزعهم لكل الناس، هيدي الرسالة. شكرا لحضوركم معنا. بس قال فينا نختم بالابانه بالاراميه ولانه مقطع صغير مش هيك؟ يا ريت معنا 30 ثانيه معنا نختم فيها. نحن ما بقى رح نحكي. افون اند بشميا يتقدش شمخ، افون اند بشميا يتقدش شمخ، تيتي ملكوتخ يهي سيفيونخ، هي كامد بشمايا أفبر عام. هي أبانا الذي بلغت المسيح الأرامي الجليلي، يعني منطقة الجليل. مرسي إلي، مرسي رولا، ثانك يو. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، وشكرا لكم مشاهدينا ومتابعتكم لنا من الصبح لهلا، موعد جديد بكره الصبح بنفس الوقت، بتمنى لكم بقيه نهار ممتع مع العائله والاصدقاء، الى اللقاء.